حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رايت ابا سعيد رضي الله عنه فسالته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق فاصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبه واحببنا العزل فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه الا وهي كائنه